يعني مثلا على سبيل المثال لما جه غنى عبد الحليم حافظ جبار كان المضمون اللي عايز يقوله هو جبروت الرقة في الحب. لما كان بيغني الهوى هوايا كان عاوز يقول كيف يستطيع الحب أن يبني أحلاما. لما كان بيغني قارئة الفنجان بيغني المرأة والإنسان والمجهول. في غنوتك ميال إيه المضمون؟ إيه مضمون؟ نعم نعم أنا أناقش الآن عقل عمرو دياب. عقل مغني شاب لابس على أحدث موضة شيك يتمتع بوجه جذاب. أسأله الآن ماذا يريد من أغنية ميال وهي أغنية ناجحة على مدى 7 أشهر؟ طيب نجيب نقول أقول لك نقول كلمات ميال. تفضل. من كام سنة وأنا ميال وفي حبك مشغول البال. أنا عايز أقول حاجة بالنسبة للكلمة يعني بالنسبة صدق. لمضمون أنا مين اللي ألف الغنوة؟ مجدي النجار. نعم هو شاعر عظيم جدا. نعم مضمون أنا في ميال إن أنا برضو يعني جبار اتقالت في مواقف وما أعرفش أنا بقول حاجة للشمولية شوية لأن المفروض إن الأغاني اللي بتقولها لي ده هي كانت مواقف نعم. فيلم جبار موقف نعم. فيلم ما عدا قراءة الفنجان مثلا نعم. ولا حاجة. فأنا من كام سنة وأنا ميال وفي حبك مشغول البال هي عبارة عن برضو زي ما بيقولوا إيه أنا مش عايز أقول كلام اللي هو اللي يعني نقول غزل أو نقول حب بين طرفين بس في نفس الوقت البنت نفسها يعني زي ما بيقولوا بتتقل زي ما طيب. الستايل ده أستاذ عمرو نعم. ليه الأستاذ عبد الوهاب قال إن معظم أغانيكو لا تصلح إلا في الأندية الليلية؟ وجهة نظر. يعني ايه وجهه نظر وبتقولها كده يعني وجهه نظر كده يعني وجهه نظر يعني ايه وجهه نظر لا هي ايدي بس اللي ماشيه ما انا عايز اعرف يعني ايه قول لي يعني ايه وجهه نظر لا تصلح يعني رد على هذا المنطق ما هو انا بقى هتكلم بقى بصراحه لان انا اتكلم يا استاذ عمرو اعصابي برضو الواحد كل واحد له اعصاب اتفضل بيحاول ولها حد احتمال لها حد احتمال عظيم قال الاستاذ محمد عبد الوهاب ان اغاني الشباب الجدد تصلح للغناء في الاغاني الليليه يكاد يقول مع الواحد ياكل يتعشى جنبها بتاع حاجات زي كده برضو وجهه نظر لان انا بقول حاجه انا طالما انا اما ادي رسالتي صح على زي ما انا مرتاح لها وزي ما انا شايف اللي انا تعبت فيه وعملته طلع 7 أشهر رقم واحد ولما جت موسيقار عبد الوهاب بقى رقم 2 في الاغنيه يعني عشان ما اقولش يعني ما نزل يعني غنوه الاستاذ عبد الوهاب كانت نمره واحد نمره واحد وانا نمره 2 بس انا كل طول ما انا ماشي كان نمره واحد ولحد دلوقتي انا اغنيتي نمره واحد دي ملهاش علاقه باي شيء غير ان ده مبيعات كاسيت قبول الناس مش مشكله بس دي مبيعات كاسيت فازاي انا بدام ناجح في الكاسيت وبدام ربنا كرمني في حاجات كتيره جدا جدا استاذ عبد الوهاب بيقول ان الجمهور مات وشيوعت جنازته طيب ما كانش سمع من غير ليه ما نجحت طب نجحت ازاي والجمهور مات يعني مات وسحلها لا ايقظته من غير ليه ممكن اقول كده ماشي ايقظته اتفضل ماشي طيب. هل الجمهور ذوقه حصل فيه خلل هل حدث خلل في الجمهور في الذوق بتاع الناس هل الناس ما عادتش بتسمع الرصين والله العظيم بتظلموا الناس والله بتظلموا الناس يعني اما بروح حفله بيجي لي فيها 30,000 ليه في مطرب بيجي له 30,000 نعم بيجي له ليه عشان الناس ماتت هذا الجمهور ده مات 14,000 و15,000 ماتوا جم كده جايين عشان صدقه اهاليهم قالوا روحوا قلنا بروح لعمرو دياب عشان صدقه له مش ممكن ومش انا بقى ده انا وحميد الشاعري وعلي حميده ومحمد فؤاد وكلهم بيجي لهم بال 14,000 مين اللي بيجي له 14,000 اليومين دول؟ هل اتساع العريض للجمهور الراغب في متعة سهرة يعتبر حكم دقيق لمقياس نجاح مطرب؟ برضو زي. أناقش زي. يعني أنت بيجي لك 40 و14,000 و20,000 ده في حفلة كويس أنا أناقش عقلك الآن هل تعتقد أن ده هو المقياس الوحيد لك كمطرب؟ ما هو أنا لو ما كنتش ناجح ما كانش حد جالي لو ما حدش بيحبني ما يقولوا فلان الفلان هيعمل حفلة في الحتة الفلانية وما بيجيلوش حد يبقى ده فلان الفلاني مهما بقى كتبوا عنه في الجرايد ومهما بقى الموسيقار العظماء العظيم لحن له الموسيقارات اللي السنه بيقولوا ايه ثانيه مهما كتبوا عنه في الجرايد ومهما
العظماء لحنوا له مهما قالوا ان هو احسن صوت والجمهور ما قالوش. انت ما لقيتش ابدا محمد الموجي؟ انا اتمنى اتمنى طبعا آه. اي حد مش محمد الموجي، محمد الموجي وكمال آه. الطويل آه. والموسيقار يا ريت طبعا ما تسمعني ما تسمعني حاجه من قارئة الفنجان. مش كاختبار، اشمعنى قارئة الفنجان؟ ابدا 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 عاوز اشوف يعني الى اي مدى تذوقك للطرب القديم. ماشي هنقول ايه بقى. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. جزء من ميال. لا 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 هي نفس الدوزان بس بعيدة. اتفضل. خليها طبعة تاني. اتفضل. من كم سنة وأنا ميال ميال وفي حبك أنا مشغول البال، لا بتتكلمي ولا بتسلمي، لا بتتكلمي ولا بتسلمي، ليه كل يومين بلاقيكي بحال؟ طب ده أنا ميال. لو كنت قابلت عبد الحليم حافظ كنت اقول له ايه؟ بحب بس بحب. عاوز مناقشه بينك وبينه كده اسمعها منك، تقول له ايه وانت اديت قارئة الفنجان بحلاوه؟ لا مش بحلاوه ولا حاجه، لان انت طبعا حلاوة. المفروض ان دخلتني في حاجه انا المفروض لازم يعني ماشي ماشي هو كمان لازم يعني ايه ماشي ما فيش مشكلة. لا قول انا عاوزك تقول كل اللي في قلبك. المفروض ان الواحد عشان يغني اي اغنية المفروض يبقى في يعني عشان في حكم، مش بنغني مع بعض في بلكونة المفروض في الجمهور بيتفرج يعني تبقى انت تملك صوت متدفق، صوت شاب متدفق الحمد لله، لانه انت طريقة الغناء اللي بتغنوا بيها تجعلك تغني في اي لحظة. لا ماشي ايه هو المفروض ان انا كنت اتمنى في حياتي ان انا اشوف الاستاذ عبد الحليم، اشوفه بس حتى ما اقعدش اتكلم معاه وطبعا انا بحبه جدا جدا جدا، انا المطرب الوحيد اللي بحبه بقولها علنا في العالم العربي عبد الحليم حافظ. انت عينك دمعت ليه؟ من الاضاءه ولا انت في حاجه جواك؟ لا هو انا بحب عبد الحليم حافظ قوي بصراحه، وكنت الى حد ان الدموع لا يعني هو يعني هو مش كده بالظبط، بس هو انا فعلا كنت اتمنى ان انا اشوفه، كان نفسي اشوفه يعني. انا جيت مصر متاخر قوي يعني، انا جيت مصر سنه 81 كانت متاخره قوي، انما ما كنتش اقدر اقول له غير ان انا بحبك واتربيت على اغانيك، اتربيت على اغانيك يعني. انا هقول لك امثله بسيطه جدا، كنت وانا صغير لما بروح، انا كنت عايش في بورسعيد وانا في ثالثه اعدادي، جت نبتدي منين الحكايه اتعملت وانا في ثالثه اعدادي في شم النسيم، والمفروض ان انا اما بسمع يعني بتأثر فيا وجدانيا لدرجة إن أنا أما بسمع حتة منها بفتكر أما كنت بقعد على البحر وبسمعها، لما كنت بروح العرب بروح أجيب سمك ومشوي وأروح أوديه البيت. قد كده مؤثرة؟ كانت أغاني مؤثرة فينا طول عمرنا، فأنا بالنسبة لي صعب قوي إن إحنا نتناقش وإن إحنا نقارن نفسنا مع عبد الحليم، إحنا يعني إحنا مالناش دعوة بعبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ ده يعني انا تقدر تقارني مع عبد الوهاب؟ مش ممكن، ما هو عبد الحليم زي عبد الوهاب زي ام كلثوم زي بقى السرد اللي احنا ممكن نسرده، اختلاف تام جدا بيننا وبينهم، ما تظلموناش لان كل واحد له وجهه نظر. انا لما كنت بتكلم بقول اتكلم عن نفسي بس، ان انا خايف ان انا اتكلم عن مطربين شبان لهم وجهات نظر مختلفه عني. انا هقول لك تعليق واحد بس في النهايه. الله يعينكم. يعني هو شكرا، بس هو ربنا لازم يعيننا على اللي انتوا بتعملوه فينا يعني، هو المفروض ان هو الله يعيننا على اللي انتوا بتعملوه فينا. بس انا هقول على حاجه تانية، انا ما بزعلش منكم. انا بقى واحد من الناس، ويمكن مطربين شبان بزعل، انا بقى ما بزعلش منكم نهائي ولا يعني الشهره هي العزاء ها؟ لا
لا الجمهور الكبير هو العزاء. لا برضو. امال ايه؟ ما هو الشهره فلوس يا العزاء ولا شوف الشهره والجمهور. انت جبت عربيه بعد قد ايه؟ كام شهر؟ بعد كام شهر؟ اه من بعد شهرك. 5 سنين معاناه. بعد 5 سنين بعد 5 سنين ما كنتش لاقي حد يقويني في بيته. انا بورسعيدي عايش بورسعيد اصلا شرقاوي بس. يعني اول عربيه جبتها كانت امتى؟ اول عربيه جبتها من 4 سنين من 3 سنين. كنت بدات تغني كام سنه؟ كنت بدات اغني 3 سنين. اه استاذ عبد الحليم حافظ اول سياره في حياته سكند هاند بعد 8 سنوات من غناء. انا هقول لك بقى، انا كنت جايب العربيه دهيا، العربيه دي كانت ب 55000 جنيه وجايبها ب 10000 جنيه وقسطت بقعدت 3 سنين ادفع اقساط لما طلع عين اللي خلفوني علشان اركب عربيه، لان انا امنيه حياتي مش ان انا مطرب ولا امنيه اي شاب انه يركب عربيه. فهو ده ان بتظلمونا ظلم. انا ما بعتبروش، بعتبره ان احنا بنكافح عشان نثبت لكم ان احنا كويسين. عربيتك دلوقتي نوعها ايه؟ مرسيدس. مبروك. وعربيه خطيبتي ميتسوبيشي. عايز تعرف حاجه ثانيه؟ لا خلاص. اوكي.